إذا شكا القولون منك بليلة فعليك باليانسون دون جدال، وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لقحة وسعال، واستزرع الجرجير فهو كلحمة، فاللحم قد يأتي على أشكال. واغسل كليتيك بضمتي بقدونس، وعلاج حب للشباب مثال، وعصارة النعناع خير معالج ومنشط قلب العليل البالي، وعليك بالشوفان أفضل حمية يكوي الدهون بغير حد نصال. والزنجبيل لوحده مستوصف كالصيدلية فغله للغالي، ودوى التهابات الحشا بابونج ومنوم للرضع الأطفال، ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي. والثوم كم في لبه من نعمة، 200 علاج يشترى بريال. واهرع إلى الملفوف إن بك سكر، ولمن تصدع فالدواء دوالي. بين أيدينا داؤنا ودواؤنا، فلا تكن مهموما.